إذاعة سلطنة عمان. تفسير القرآن الكريم. تفسير القرآن الكريم لسماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة. تنفيذ مالك بن زاهر الحسني. أيها الإخوة الأعزاء، ما تبقى من تفسير الآية 48 من سورة البقرة سنتابعه الآن، فإلى التفسير. وعلى أي حال، فإن الذين قالوا بأن الذين يموتون مصرين على الآثام لن يحرموا من الشفاعة حاولوا محاولات شتى لأجل دفع هذه الأدلة، وقد استنكر ذلك منهم الإمام محمد عبده، وقال بأنه يستغرب أن تترك الأدلة القاطعة من كتاب الله لأجل تأويلات لمجملات، هذه المجملات أولى بها أن تحمل على ما دلت عليه هذه الآيات، على أن في ذلك تجرئة لأولي المعاصي على إصرارهم على المعاصي ما داموا يرجون شفاعة الأنبياء لهم على معاصيهم. وضرب لذلك السيد محمد رشيد رضا مثلا، وهو أن شأن من يكون مغرقا في المعاصي ومتشبثا بأمنية الشفاعات من النبي صلى الله عليه وسلم أو من غيره من النبيين أو من الملائكة المقربين أو من الصالحين، مثل ذلك مثل الذي يصر على مخالفة النظام المتبع في الدولة ويعرض نفسه لإمساك الشرطة، ولكنه مع ذلك يقول بأنه إذا أمسكته الشرطة يرجو أن يعفو عنه السلطان أو يعفو عنه الأمير. فهكذا الذي يتعلق بأمنية الشفاعة وهو مصر على الآثام غير مقلع عنها. وذكر الإمام محمد عبد بأن اليهود الذين خوطبوا بهذه الآية الكريمة كانوا رسخت فيهم بعض العقائد التي لا تمت بصلة إلى الكتاب المنزل إليه، وإنما هي عقائد وثنية كعقائد قدامى اليونان وعقائد قدامى المصريين. هذه العقائد تقتضي أن هنالك وسائط ما بين الخلق وبين ربهم تشفع لهم عند الله سبحانه. وذكر بعد ذلك أن الذين دخلوا في الإسلام وقد ترسبت فيهم هذه العقائد لم يزالوا يعتقدون ذلك ويصرون عليها، وإنما نفيها يكون بالرجوع إلى النصوص التي جاءت في كتاب الله وجاءت في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي صريحة. ثم ذكر أن كثيراً من المسلمين يظنون أن أشياء معينة تكفر لهم سيئاتهم ولو لم يتوبوا من هذه السيئات، كالاستغفار قبل النوم 100 مرة وغير ذلك مما يعتقدونه مكفرات ولو أخلدوا إلى المعاصي مع ذلك. وذكر في مقابل ذلك ما كان من اليهود أيضا من اعتقاد أن القرابين هي كفارات للسيئات وأنها لا تبقى بجانبها سيئات ولو أصروا عليها. وبين أن من رجع إلى التوراة وتأمل نصوصها أدرك أن هذه القرابين إنما هي عقوبات وليست مكفرات، وإنما هي تربية لهذه النفوس حتى تعتاد الأعمال الصالحة وتقلع عن الأعمال السيئة، ولكن التأويلات البعيدة هي التي جعلت بني إسرائيل يظنون
أنها تجديهم نفعاً عند الله سبحانه وتعالى، وأن ولو أصروا على معاصيهم وأخلدوا إليها حتى لقوا الله سبحانه وتعالى وهم متشبثون بها. ثم ذكر أصل الشفاعة وقال إن الشفاعة هي أن يشفع ذو جاه إلى أحد لأجل دفع مضرة عن أحد أو تحقيق منفعة له، ولكن مع ذلك سبق من ذلك المشفوع إليه أن قضى بالحرمان من تلك المنفعة أو بوقوع تلك المضرة على المشفوع له. وإذا ما جاء الشفيع وشفع له أثر على المشفوع إليه فيترك ما كان ينويه أو ما حكم به من العقوبة أو ما كان حاكما به أو ناويا له من الحرمان. وقال إن هذه الحالة تكون في غير حكام العدل، فلربما يقضي أحدهم على جان بشيء، ولكن إذا توسط إليه ذو قرابة عند ذلك الذي قضى أو ذو جاه أو من كانت بينه وبينه مصلحة مشتركة ترك حكمه وآثر رضوان ذلك القريب، آثر مرضاة ذلك القريب أو بقاء تلك المصلحة المشتركة التي بينه وبينه، فيعدل عن ذلك الحكم الذي حكم به. وقال بأنه يلزم من ذلك أيضاً أن يكون هذا الذي قضى في حالة قضائه غير عارف بما سيؤول إليه الأمر من شفاعة هذا القريب أو هذا الذي بينه وبينه تلك المصلحة المشتركة. وقال إن كل ذلك مستحيل على الله سبحانه وتعالى، فإن الله تبارك وتعالى يعلم كل ما يقع في هذا الكون ولا ينتني في حكمه، فهو سبحانه لا تبديل لكلماته. ولذلك يرى الإمام محمد عبده أن الشفاعة هي من الأمور المتشابهة، وللناس فيها مذهبان: إما تفويض أمرها إلى الله سبحانه وتعالى وعدم الخوض فيها، وإما حملها على الدعاء. وذكر أن أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم تدل على الدعاء، على أن معنى الشفاعة الدعاء، فالرسول صلى الله عليه وسلم يدعو الله سبحانه وتعالى لمن يستحق الدعاء من المؤمنين، والله سبحانه وتعالى يستجيب لدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بحسب ما قضى في الأزل من غير أن يكون في ذلك تبديل لشيء من حكمه ولا قضاء على شيء من قضائه السابق. هكذا يرى الإمام محمد عبده. وعلى أي حال فإن هذه الأدلة تدل كما قلت على أن الشفاعة إنما هي للمؤمنين التائبين لا للفساق الفجار المصرين على المعاصي. ومما يستغرب منه أن الإمام الفخر في تفسيره ذكر بادئ الأمر أن هذه الآية الكريمة مدعاة لأخذ الحيطة والحذر في كل لحظات العمر، وذلك أن الإنسان من شأنه التقصير دائما ولا يدري متى يفجأه الموت، والمنقلب الذي ينقلب إليه لا يغني فيه أحد عن أحد شيئا، ولا تقبل فيه فدية، ولا تجدي فيه شفاعة، ولا يمكن
لأحد أن ينصر أحدا فيحول بينه وبين ما كتبه الله تعالى عليه من العقاب. وهذا يعني أن على كل إنسان أن يحرص على أخذ الحيطة والحذر في كل لحظات عمره، إذ لا يدري متى يفجأه الموت، فيكون في كل أحواله طاهرا نقيا متحسبا لوقوع قضاء الله سبحانه وتعالى عليه ووصول أجله الذي كتبه الله إليه. ولكن بعد ذلك أخذ يدفع هذه الأدلة التي تدل على أن الله سبحانه وتعالى لا يشفع أحدا في ذلك اليوم في أهل الكبائر المصرين عليها، أخذ يدفع ذلك بكثير من الأدلة التي أوردها. وهذه أدلة يستغرب من مثل الإمام الفخر مع رسوخ قدمه في علم التفسير أن يستدل بها. من هذه الأدلة قول الله سبحانه وتعالى حكاية عن المسيح عليه السلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وقوله سبحانه حكاية عن عبده وخليله إبراهيم عليه السلام أنه قال: فمن تبعني فإنه مني، ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وذكر الإمام الفخر بأن ذلك محمول على في الآيتين على من أسلم وكان مع ذلك ذا كبيرة. ذلك لأن غير المسلم لا يمكن أن يستحق هذه الشفاعة، لا من الخليل ولا من المسيح. والمسلم الذي عمل الصالح هو مستحق لثواب الله سبحانه وتعالى بعمله الصالح من غير أن يشفع له. قال بعد ذلك: وإذا كان ذلك للمسيح وللخليل فأحرى أن يكون ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد فات الإمام الفخر بأن المسيح والخليل عليهما السلام إنما أرادا بما قالاه التفويض إلى الله سبحانه وتعالى والتسليم له، وعدم الاعتراض عليه في أي شيء من أمره. كيف وما ذكره الله سبحانه وتعالى عن المسيح عليه السلام؟ إنما ذكره في مقام حكاية العتاب الذي وجهه الله إليه، أو السؤال الذي وجهه الله تعالى إليه عما كان من شأن الناس من بعده الذين اتخذوه إلها مع الله وقالوا إنه ابن الله. فالله تعالى يقول: ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. هذه الآية الكريمة إنما جاءت في سياق هذه الآيات التي يحكي الله سبحانه وتعالى فيها ما يكون من خطاب بينه وبين المسيح في شأن الذين ألهوه أو قالوا إنه ابن الله عز وجل، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وأما الآية التي في الخليل عليه السلام فإنها في القوم الذين اتخذوا الأصنام آلهة، ذلك بأن الله تعالى يقول حكاية عن عبده إبراهيم عليه السلام
رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، يعني الأصنام، فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وهذا أيضا تسليم، وليس في ذلك شفاعة. ولو سلم أن في ذلك شفاعة وأن هذا استغفار من إبراهيم عليه السلام، فإن ذلك لا ينافي ما ذكرناه، لأن إبراهيم عليه السلام قد استغفر لأبيه قبل أن يعلم أنه سيصر على معصيته. وفي هذه الآيات نفسها يحكي الله تعالى عن قوله: ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، مع أن أباه مات على كفره، وقد حكى الله تعالى عنه في موضع آخر أنه تبرأ منه، وذكر سبب استغفاره له في قوله: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه. فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. إن إبراهيم لأواه حليم. ومما استدل به الفخر أيضا أن الله سبحانه وتعالى قال: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وصاحب المعصية مع وجود الإيمان في قلبه هو مرتضى عند الله، وهذا أيضا مما يستبعد كثيرا، فإن ذلك يقتضي أن يكون الله عز وجل يرتضي صاحب الزنا وصاحب السرقة وشارب الخمر وقاتل النفس وإلى ما وراء ذلك من المعاصي المتنوعة. وقد أجاب الذين قالوا بتشفيع النبيين في أهل الكبائر بأن هذه الآية إنما هي في بني إسرائيل، ولكن علينا أن ننظر هل هذا وصف لليوم بالنسبة إلى بني إسرائيل فقط، أو هو وصف لذلك اليوم عموما. نجد أنه وصف لذلك اليوم عموما، فإن الله تعالى يقول: لا تجزي نفس عن نفس، أي ليست فيه نفس جازية عن نفس شيئا، أي شيئا من الجزاء. فهذا وصف لذلك اليوم، وإنما حذر بنو إسرائيل منه، كما حذر المؤمنون أيضا، كما حذرت هذه الأمة منه في قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. هذا تحذير لهذه الأمة من ذلك اليوم. وقد حذر الله تعالى أيضا هذه الأمة من التعلق بالأماني، كما يتعلق اليهود الذين ظنوا أنهم ما داموا من سلالات النبيين فلن يصيبهم من عذاب الله شيء، وإن أصابهم شيء فلن يدوم لهم. حذرهم الله سبحانه وتعالى من التعلق بهذه الأماني في قوله: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. وهذه المسألة، وهي مسألة الشفاعة، تترتب عليها مسألة أخرى أشار إليها الإمام محمد عبده، وهي مسألة إخلاف ما تقدم من الوعيد أو الحكم. فالذين يقولون بأن الله سبحانه وتعالى يتجاوز عن أهل الكبائر الذين توعدهم بسبب الشفاعة، يقولون إن الله منجز وعده ومخلف وعيده. الوعد هو في الخير والوعيد هو في الشر. يقولون إن الله منجز وعده ومخلف وعيده، أي إن وعد أحدا بمثوبة أنجز له هذه المثوبة، وإن توعد أحدا بعقوبة ربما أخلف هذا الوعيد.
وعفى عن الذي توعده على تلك المعصية بهذه العقوبة. وعلى أي حال فإن هذا يفضي إلى القول، إما إلى القول بأن الله سبحانه وتعالى تبدو له البدوات، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، فالله لا تبدو له البدوات ولا يجهل شيئا مما كان أو مما يكون، فالله تعالى عليم في الأزل بكل ما كان، وإذا ما توعد أحدا بشيء فإنه عليم بكل ما سوف يترتب على ذلك الوعيد وبكل ما يحدث بعد ذلك الوعيد، فلا يمكن أن يكون الله سبحانه وتعالى بعدما يتوعد تبدو له البدوات. وإما إلى القول بأن الله سبحانه وتعالى يقول شيئا ويعلم أن الواقع يأتي خلافه، وهذا يترتب عليه أو يلزم منه أن يكون الله سبحانه وتعالى كاذبا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، ومن أصدق من الله قيلا. وجاءت الآيات الكثيرة تدل على أنه لا إخلاف لميعاد الله، فالله سبحانه وتعالى يقول إن الله لا يخلف الميعاد، ويقول لا تبديل لكلمات الله، ويقول سبحانه وتعالى لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. قوله سبحانه ما يبدل القول لدي يعني لا يبدل شيء مما قاله الله سبحانه وتعالى، وقد جاء هذا مترتبا على ذكر الوعيد، وإذا ما جاء العموم بعد سبب من أسبابه كان بالنسبة إلى ذلك السبب نصا من النصوص، وكانت دلالته على ما يعنيه ذلك السبب دلالة قطعية. وقد جاء قول الله سبحانه وتعالى ما يبدل القول لدي مترتبا على ذكر الوعيد في قوله لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. وقد التجأ القائلون بأن الله سبحانه وتعالى يخلف وعيده إلى ما تعورث عليه عند الناس، وهذا من حمل صفات الله تعالى على صفات الخلق، مع أنه من المعلوم أن الخلق تبدو لهم البدوات، والله سبحانه وتعالى الذي أحاط بكل شيء علما لا تبدو له البدوات. ومن ذلك أنهم استدلوا بقول الشاعر ولا يخشى ابن العم ما عشت صولتي ولا أنا أخشى صولة المتمرد، وإني وإن أوعدته أو وعدته لمخلف إيعادي ومنجز موعدي. قالوا إن هذا الوصف يدل على أن خلف الوعيد من مكارم الأمور، وإذا كان ذلك من مكارم الأمور فأحرى أن يتصف الله سبحانه وتعالى به، وإذا كان الشأن كذلك فإن من شأن الناس أيضاً أن تعتبر عندهم مكرمة بالغة معذرتهم للذي صدرت منه إساءة كبيرة، فإن العفو عن الإساءة الكبيرة أدل عند الناس على الكرم، فكيف لا يكون إخلاف الوعيد أيضاً بالنسبة إلى المشركين الذين اتخذوا مع الله آلهة أخرى. ومن المعلوم أن الناس عندما يخلفون وعيدهم إنما يرعون المصالح، قد تكون هذه المصالح عامة وقد تكون هذه المصالح خاصة، وقد تكون هذه المصلحة بالنسبة إلى الذي يخلف الوعيد نفسه، وقد تكون هذه المصلحة بالنسبة إلى غيره، أما بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى فليست هنالك مصلحة له تراعى فيما أوعد أو توعد.
على أن ما ذكر من الشعر عورض بشعر آخر، وهو قول الشاعر: إن أبا خالد لمعتدل الرأي، كريم الأفعال والبيت، لا يخلف الوعد والوعيد، ولا يبيت من قراه على فوتي. فأثنى هذا الشاعر على عدم إخلاف الوعيد، كما أثنى ذلك على إخلاف الوعيد، وهذا يدل على أن أحوال الناس تختلف، وأن إخلاف الوعيد تارة يكون منقبة وتارة لا يكون منقبة. والله سبحانه وتعالى قد حذر من وعيد، وبين أن القرآن الكريم إنما هو تذكرة لمن يخشى وعيده في قوله: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. ولو كان الله سبحانه وتعالى يخلف وعيده كما قيل لكانت في ذلك تجرئة للناس على انتهاك حرماته تعالى وارتكاب معاصيه. ويؤدي الحال إلى عدم المبالاة بظلم بعض الناس بعضا، فلربما يسرق أحد راجيا أن يعفو الله عنه وأن يخلف وعيده في السارقين، ولربما يقتل أحد النفس المحرمة بغير حق راجيا أن يخلف الله سبحانه وتعالى وعيده لمن قتل النفس المحرمة بغير حق إلى ما وراء ذلك، وهذا يؤدي إلى فساد أحوال الناس. وتمسك الناس بهذه الآيات التي جاء فيها وعيد الله سبحانه وتعالى للفجار هو الذي يؤدي إلى انتظام أمورهم وخشيتهم من الله سبحانه، مع ملاحظة تقصيرهم ورجوعهم إليه سبحانه وتعالى في كل اللحظات والإشفاق من عقوبته. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجينا من عقوبته، وأن يرحمنا برحمته، وأن يدخلنا مدخل صدق مع الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وأسأله تعالى أن يوفقنا للتقوى، وأن يكلأنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه تعالى ولي التوفيق. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. مستمعي الأعزاء، كنا مع تفسير الآية 48 من سورة البقرة، إلى أن نلتقيكم في حلقة قادمة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم مع تفسير القرآن الكريم، تفسير القرآن الكريم لسماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة، تنفيذ مالك بن زاهر الحسني.